السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم كلشي تكونوا بخير وعلى خير. كي دوزتوا عيدكم مزيان؟ الحمد لله يا ربي دايما دوزوه مزيان وبخير وعلى خير. انا بغيت اليوم ندير الراس ديال العيد الكبير، وبغيت نشاركه معاكم ونديرو بالطريقه ديالي. بقاو معايا. يا بسم الله يا بسم الله يا فتاح يا رزاق. هذه هنايا معايا القا ديال الزعتر مطحونه، بسم الله. هذه معايا القا ديال المروزيه صغيره، هذه معايا القا ديال البزار ها هي صغيره، هذه معايا القا هي عامره بزاف ديال الملح، كل واحد يدير على حساب شحال داير، واش قليل ولا كثير. هذه معايا القا ديال الخرقوم عود، هذه معايا القا ديال السكينجبير، هذه شي جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس ها هما. هنايا معلقه كبيره ديال الكمون، هنايا معلقه كبيره ديال الثومه مطحونه، بسم الله. هذا هنايا ربيع ديال الماء عادي باش كنخلط الاقامه هاو. دابا غدا نشرملو كامل، غدا نشرملو في العطريه كله، غدا نرقدو في العطريه مزيان، نشرملو في العطريه مزيان حتى يشرب العطريه على خاطر. هذا فاش ما شوطناه نقيناه مزيان، حكيناه مزيان، سستو من النيوف، سستو من كل شيء باش ما تبقى فيه حتى شي حاجه، يبقى نقي ويبقى زوين. غسلته مزيان، دابا كنعمر فيه بهاد الشرموله. بغيت نبخرو في الكسكاس، هذه الطريقه ديال التبخار ديال الكسكاس. هذا الراس ديال الحولي ديال العيد الكبير، هاد الطريفات اللي هكا اللي تيبانو كحلين هادو ديال المعزه، معيزه صغيره حتى هي درتها هاي. عقلتي فاش جات مرت محمد فاش جات قالت لي واس، قلت لها واس حسنة، تكلمي اسم محمد قطع لي هذا الراس، هي تقول لي واس محمد، قال لي انا عم، قالت لي هبط هرس لامك الراس، قال لها صافي يلا اول مره جايه عندنا تقول لي هبط هرس لامك الراس. ايوا كل شيء زوين. ها هو دابا شرملتو الاقامه من كل شيء، يا بسم الله بسم الله. ها هو دابا كندير فيه في الكسكاس كيف ما كتشوفوا، غادي ندير ديال الحولي لتحت حيت شويه كبير، عاد غندير فوق منه ديال المعيزه حيت صغيره، هاد صغيورين ديال المعيزه ها هما كنديرهم في من الفوق حيت دغيا كطيب الراس ديال المعيزه. دابا هذه العطريه اللي بقات ها هي، غنزيد عليه معلقه صغيره ديال الكمون من الفوق ها ها هو ها هي، غنغلف عليه بالميكا وغنغطيه بالقفاله ديال القميله ديال الطنجره باش يطيب مزيان، يطيب يتبخر ويتنصل مزيان. عاد ملي غنحطو بقاو معايا هانتوما غتشوفوه، هذه الطريقه ديال امكم زينب الدكانيه. ها هو دابا بنياتي، هو هذا كيف ما شفتوا الراس المبخر، هو هذا رافقناه مع شليده ديال الماطيشه والبصله والخيار، وشليده ديال الروز وجلبانه وخيزو والبطاطا، درنا داك الماء اللي في الطنجره هو اللي طيبنا فيه هاد الشلاده ديال الروز وديال هاد الخضيره، ها هو رافقناه معاهم. وبالصحه والريحه، ونتمناو لكم الخير ان شاء الله وبصحتكم وريحتكم، والله الا لقينا شي ساعه تكون مزيانه يا ربي. باي باي.